السلام عليكم، متصلات جديد في الناس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اكيد 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 كتسائلوا اين انت ولماذا انت هنا. شو بدل لكم شويه الجو، غير لكم الديكور. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. شو نقول لكم؟ المهم فيديو اليوم غادي يكون متنوع، فيديو مختلف. علاش جيت لهنا؟ عند من انا؟ خليكم معايا ما تمشيو فين، لان الفيديو فريمون فريمون سبيسيال. تعرفوا حكيم دائما الجديد والمتنوع، خليكم معايا. كوكو الغزالات ديالي، مرحبا بكم. رجعنا ثاني عندك. مرحبا بك، نهار كبير، نهار طبوزي ومفخم. كيفاش شفتوا؟ جات معايا الغزالة ديالنا حكيمه ام سيف، شافتني في اليوتيوب عجبوها الموديلات ايوا جات عندي فهمت عليها. السلام عليكم بعدا، نتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، ومرحبا بيا في القناه عندكم. مرحبا، قناتكم قبل قناتك. مرحبا بك، قناه ديال المتتبعين الغزالات ديالك. شكرا لكم بزاف، وشكرا لك انت على الاستضافه. الله يحفظك. الله يحفظك. الصراحه جيت عندها قلت لها ضروري نجي توريني، حيت صافي وليت مبليه بهم بهاد لي زاكسيسوار ديال اكابيجو. تبارك الله عندهم داكشي غزال ومضمون، ماشي شي حاجه اللي غديريها نهار ولا يومين ولا شهر وترمي. شي حاجه اللي مضمونه وهي قبل وهي قبل ما تجي رجعت عند قناه، لان اصلا كيف ما قالت لي شنو كان عندك فين هو ديال السيربون هذوك اللي راه كيحمق الكل قبل 10 سنين باش واخداه انا هو وال ماشي الكورمات اش كيقولوا ليه الحويلقات لا البراسلي ديالو بالتجربه ما خليت به بحر وجافيل وبيسين وكلشي عمرو ما تبدلش. عطيته لبنت اختي حيت كنت حملت وكان كانوا صباعي تنفخوا مابقاش كيجي قدي. تبارك الله راه باقي لدابا عندها، يعني شي حاجه يعني عشان يعني في البدايه الاولى ديال اكابيجو شي 2011 2012 بحال هكا. هي هذيك وحنا بدينا في 2008 كان ديك الساعات ما كاين لا يوتيوب لا والو. لا تجات في الوياسمين وجاو اليوتيوبرزات. تبارك الله راه ما شاء الله كاينين يوتيوبرزات اللي كيقدموا اكابيجو، وفعلا شركه اكابيجو تستحق انها تقدم لانها نمبر 1 في المغرب. مرحبا بك الزين ديالنا، وان شاء الله الفيديو غيكون زوين وغيكونوا فيه الكواليس ضروري. مرحبا بك. وتا هي البنات راها عندها قناتها ما شاء الله، اكيد راه كاين المتتبعات ديالها. حيت شحال من مره كتكون عندي شي يوتيوبرزه وكيقول لي هذيك اليوتيوبرزه حنا اصلا راه متبعينها. غني اللي ما متبعينيش مرحبا بكم عندي في القناه حكيمه ام سيف، وتفضلوا عندي ان شاء الله. مرحبا بكم، متشرفه بك الزينات ديالي. الله يخطيك علينا، ما تزابيوش وكملوا الفيديو معانا لي لايك ولي جيم وتعلقكم عليكم. كواليس 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 كواليس. ها انتم يا اختي الزرزيره مع حكيمه ام سيد غزالي. جات اليوم حمقوها الموديلات. فين كتخبي هذا الشيء باش نجي نصب عليك؟ مرحبا بك. تكوني ناسه. الله يا ربي. الله لا 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 ما معاناش ما معاناش، راس المال صحيحه حبيبتي. عرفتي تبارك الله البنات زعما السلعه ما شاء الله راه عندي بزاف غزاله زوينه وكتحمق وكتشهي. واللي جا شوفوا دائما كنقول لكم راه ما يمكنش اللي ما يشوفش هادشي وما يعواش. فوالا، وشوفي انت دابا شفتيهم في اليوتيوب وشفتيهم انا احسن. لا علاقة مع المباشر الصراحة. شفتو يعني لا راه في الواقع راه شي حاجة غزالة غزالة. حيت كخيتي جاك زويون. هادشي اللي غديري ليا في الدير ما غنحيدو. شوف شوف هاكي هاكي السراتل، شوفي لي خيتي السراتل ها هما. اوه كنموت على شي حاجة بحال هاكا. فوالا والسراتل مغربية، ما كنتيش مغربية ما أي مغربية. شوفي كاينين السراتل. يلاه ديك المرات كنقول لكم راه ما عندي حتى خاتم ديال الذهب هو الأخر هانتوما. والذهب بيني وبينك شكون بقى كيديرو دابا؟ ايه والله هيلا غلا وما كيبقاش واخا تكوني مزرزره كيقول لك غديرها بلاكيور. وا اي رضي عليك، ولا طاح لك موتي بالفقصه، موتي يا عايشه موتي بالغايره. خلاص الا سرقوه لك هذيك هي الفقصه الكبيره كاينه. اختي جات معاك هادشي هاي زرزرناها لكم، وما تقولوش كل هي اللي كيقول لها سرق لها ياك اختي سرق لها. ها المنقوش والسامبل شوف شوف وزوين، وهذا السامبل راه كيبدا ب 5000 ريال التبليج وما يبيع. دابا هادو 250 درهم الواحد. الواحد فوالا، يعني السرتلة كاملة. السرتلة كاملة ومسا ديبون، كاين اللي كتبغي كاين اللي كتبغي جوج كل وحدة وشنو كتبغي. انا جو بخيفيغ جوج زوينين ربعة. واحد الحاجة نقولوها اليوم هو اننا كنديرو لا ليفريزون باغتو، كنليفريو لطاليا لاوروبا لامريكا الخليج يعني داخل وخارج المغرب. يعني تاج كانت تحيه للناس الغرباء اللي كنتو كتشوفوا فينا، راه لا عجبتكم شي حاجه غير تواصلوا بالرقم اللي كتشاهدوا عبر الشاشه
اكيد غادي نرسلو لكم البياسه ديالكم حتى لباب داركم توصل لكم حتى لعندكم ان شاء الله. ومن طنجه للقويره حتى هما كنصيفطوا لهم والناس دكاجا عندنا الليفرور ديالنا كيوصل يعني غير بغاتوي لا ليفريزون 30 درهم مصاريف الشحن 30 درهم خارج كازا 50 درهم اوروبا 250 درهم الخليج وامريكا 500 درهم هذه التمشيه كما تنقولوا الاولى. اما الحاجه الزوينه ليكم وهذه فرصه وكنتمنى اي وحده كتشاهدنا دابا ما تضيعش هذه الفرصه وكنقولها لكم من قلبي الخالص اجيو تخدموا معنا العيالات اللي كيلقاو راسهم جالسين في الدار وما عندهم ما يدار كتسالي شقاها كتسالي طيابها وغتمشي تنعس لا اجي تخدمي راه الباغيناج كتخلصي قد ما كتدخل دخلي الناس تسجل راه فابور بلا ريال بلا جدريال فقط كتسجلي معنا كتكتبي لك كارت ناسيونال فقط لا غير صيفطي لي غير سميتك والمعلومات ديالك فين ما كنتي خارج اوروبا داخل المغرب تقيدوا تستافدوا سواء بغيتوا تقداو لراسكم اولا تبيعوا وتشريوا شحال ديال البروموسيون اولا التخفيض اللي كيكون فيهم على الكتالوج الا تقيدتي 30% الا تقيدتي معنا فوالا ها انتم شوفوا معايا هذه الحصيره المهم اللي بغات تخدم وجالسه في الدار كنصحها نصحها نصحها انها تجي تخدم غتبقى جالسه في الدار وكيف في نفس الوقت كتدخلي الفلوس يعني راه شي حاجه غتغير يعني المدخول هو اللي غادي يتغير شوفي معايا هذا محبوب الجمال هذا غيطيح ليا بعدا هذه ما كاينش اللي ما عندوش الراد كل مغرب الشهير هذا سنين هذا هو اللي ما كيدي موضه ما كيموت ما كي حتى حاجه شفتو غزال وكيجي مع اي حاجه كيجي زوين هذاك حلو ومش ملبستي وانا ها نتوما شفتو دايره هذه السبوله نقربها عليهم قربي باش الشيء كتجي زوينه هذه بيضه وعافيه العين هذيك غير بوحدها ولا عندها ديالها كاينه عندها الكوغميت ديالها كتجي زوينه في فنه الزبيره راه جايه عريضه من هنا الا رديتو البال راه غادي كترقعك شويه كتبقى غاده وكترقعك هنا كاين اللي غيعرفوها البالمي اولا السبوله ولا الكرافاج وتا هي كاينه في الدهب والقليله هذه في الدهب غتطلع لك بواحد 3 مليون تقريبا تعوض هنا وما غتفوتش لك واحد 1500 درهم وما تفرقوش بينها وبين الذهب والله العظيم نفس اللون واش مشلين الطابع لا هما مغلفين في طبقه كبيره ديال الذهب زائد ياك. فيهم الطابع ديال الذهب وخا ترشي عليها الريحه وخا تعومي بها ماشي بحال البلاكيور العادي هذا انيكس هذوك راه كنت ما خليت ما درت بهم بقى نفس اللون ما حاجه وحده هي الملاعقوب لا هذه هي الحاجه اللي مشيت بها ولا يعقوب ولكن جافيل وكل شيء خذي راحتك في العومه انت الماكن بحال دابا عندنا الماكن ما عرفتش فين واحد المكان اخرى الماكن عندنا ها هي هذه ديال البرونز هذه الماكن انا نختصها لكم في الماء البنات ما كت ضد الماء غزاله توضي بها الحمام لا بيسين شي حاجه ما كيتبدلش ليها ما كيتبدلش الكارونتي فيهم الكارونتي ضروري الماكن عندنا الكارونتي عام العكس ديال الاكسسوارات عندنا الكارونتي 10 سنين شوفي معايا هذه واش عرفتيها الكافيينه كاينش حبوب القهوه ما كاينش اللي ما كيعرفش حبوب القهوه ها انتم شوف غزال غزال وفيه داك نقرب لكم باش يبان شوف فن هذا فيه حتى هو الطوينكاس ديالو ياك ماشي هو هذا اي طقم غير ما عنديش ما عندكش دابا اما راه اي طقم عنده الباغور ديالو يعني اي كاين الكتالوج كاين الكتالوج غادي يخرج هاد الايامات الكتالوج حتى حنا خدامين بالكتالوج القديم مي راه كيكون كل شهر ولا 6 شهور لا كل 6 شهور حتى العام كيكون عندنا الكتالوج شوفوا كيفاش كيجي جاوك غزالين وانا داير هذا الخاتم الكاري الهماوي حتى هو زوين شي حاجه زوينه كاين معنا هذا الخاتم سوا ديال نجمه البحر بزاف كنلقى التعاليق ديال البنات اللي محنسره اللي مخاصمه مع الراجل ما كيعطيها حتى ريال مسكينه كتشوف الذهب وباغا تشري وما عندهاش فرصه لا تعوض الذهب رخيص تشري وفرصه تخدمي وفي نفس الوقت فرصه باش تخدمي بالنسبه للبنات اللي بغاو يتقيدوا ما عليكم الا تواصلوا على الرقم اللي غادي نخلي لكم في الشاشه ان شاء الله تواصلوا مع السيده وهي غادي تشرح لكم وغادي توريكم كل شيء وان شاء الله ما يكون غير الخير زعمو ما تبقاوش غير جالسين في الدار وحاطين يديكم على حنيكاتكم وكتفكروا من غنشري من غنجيب فرصه كلشي نستافدوا منها ان شاء الله وتزرزيه. ومنهم نيت انا ان شاء الله يا ربي صافي الغزالات ديالي غادي نخلي لكم الرقم وندوز نوريكم حاجه اخرى عاوتاني الكوسميتيك يا لالا ويا لالا ها انتم الكوسميتيك اللي بغات تجبد عندنا اللي بغات تصغر اللي بغات تزيان اللي بغات تبيض اللي بغات تغلاض اللي بغات ترقى نقول لكم باختصار البنات
السيروم داتو خديجة أم البنات، كان عندنا واحد السيروم ديال الجباب يلاه خداتو السيده. سمعتها كتقول لك عطيني باش نصغار، كان هو اللي كيصغر خداتو. كنقول لها اختي كنا باغيين صغار اختي والله. المهم بقى عندي غير هذا هو ديال المناطق الأنثوية، يعني تسمين الأرداف، وعندنا سلة تسمين الصدر. اللي بغيت نقول لكم أنا هذا باش غير تشوفوا التكستور ديال هذا شوفوا ها هذا مصنوع على يد خبراء، يعني علماء فرنسيين. حيدي عليا من التحاميل اللي تقدر دير لهم الله يستر دوك السرطان وما عرفتش شنو هو، حيدي عليا من الفانيل اللي كتاكلي هو اصلا في الاصل ديال الضيقه باش يغلظك، ولكن فوالا يغلظك وتسود لي لا قدر الله المفركابي الحساسيه المعده. فهذا زوين وكتدهني بحال اللي كتدهني الخيام الوجه عادي راه البساطه حنا هادي باش زوينه القنوات وبزمنه يعني العفويه الشعبيه الانسان دائما شعبي. ريحه فنيونه. عندنا ايضا اللي كتعاني من تساقط الشعر، والله البنات بالتجربه شي حاجه طب وغزاله. عطيتكم غير شويه شامبوان بالبصله والثومه واعر، وعندنا شامبوان بالقنب الهندي، وعندنا شامبوان ديال حليب ماعز ما غاليش 60 درهم، يعني شي حاجه زوينه يا البنات. نتاكدوا من تساقط الشعر، تساقط الشعر وبالتجربه البنات غسلته غنجربوا شي حاجه زوينه. انا غادي نجربه والله حتى غناخذو غنجرب. لا زوين، انا كنعاني من تساقط الشعر، كاين اللي كيقول لي من الاعصاب، كاين اللي كيقول لي من بزاف ديال الحوايج من فقر الدم. كيكون ما عنديش فقر الدم يلاه درت التحاليل. زوين هذا زعما افيكاس، وكاين هذا اللي شعرو حرش حتى هو زويوان. وعندنا لي سيروم ديال الحبوب حب الشباب، وعندنا لي سيروم ديال التجاعيد اللي عندها الخطوط. المهم راه عندنا دي برودوي كوزميتيك بصح كاينين زوينين كيعالجوا البشره والجسم وكل شيء. فمرحبا بكم. هذا السيروم هذا سيروم ديال التجاعيد شي حاجه زوينه. شحال الثمن ديالو؟ 120 درهم زوين البنات. وكاين حتى ديال شجره الشاي للحبوب، كاين اللي بغات تطيح الكرش، كاين هذا زوين هذا العيالات اللي عندهم مرض مزمن كيشربوا فانيل السكر ولا فانيل الطونسيو وكيصفروا لهم السنان، اللي كيكمل كارو، اللي كتكون عندهم كيشربوا القهوه بزاف. هذا انا مبليه بالقهوه. هذه اختي حيت القهوه كتصفر السنان صاحبتي. هذا عرفتي شوفي تبارك الله، انا كنخدم به السنان. لا ماشي كترشي، كنديرو في قطنه وكنمسح. حيت انا كناخذ انا واحد الدواء ديما يعني خلى لي الصفوريه في سناني. الحمد لله من بديت كنخدم بهذا شوفي تبارك الله سنيناتي ها ان شاء الله. وتا الناس اللي كيشوفوني يعني لاحظوا الفرق في سناني. شوفوا هنا كاع وريتكم الطوينكات اللي دايره، تا هما زوينين. المهم اللي بغات تبيض سنيناتها تواصل معنا. مرحبا بكم، ما سخيناش بكم. شكرا حكيمه ام سعيد. شكرا لك حبيبه، مرحبا بكم في القناه. الله يحفظكم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، واللي عجبكم الفيديو علاش لا تجيكم فله ياسمين مره اخرى ان شاء الله. يلا.